أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لحضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية. ونقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات جلالة الملك المفدى بالتوفيق والنجاح. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتوجهات العسكرية الرائدة التي تتخذها جمهورية مصر العربية نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال متابعة سموه فعاليات المناورة قادر 2020 بحضور عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين. وأكد سموه أن قاعدة برنيس العسكرية تعتبر من القواعد المصرية المتطورة التي تشير بشكل واضح وصريح إلى الخطوات التطويرية والتحديث المستمر الذي تهتم به جمهورية مصر. كما أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن أهمية التطوير العسكري تلخص في اختلال التوازن الذي تشهده المنطقة منطقة الشرق الأوسط، وحيث تأتي جمهورية مصر العربية لتبين الوجه الآخر للتطوير والذي يتطرق إلى التحالف والاعتدال والاستقرار والتنمية، تلك التوجهات التي تكافح بنجاح لإحباط المشاريع والمخططات التي تهدف إلى إشاعة الضرر وزعزعة الاستقرار والسلم. مشيرا سموه إلى أن الاستثمار في الأمن هو الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، مشيرا سموه إلى أن قاعدة برنيس العسكرية قطعت شوطا مهما ثبت من خلال هذا العرض العسكري. هذا وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مناورة كبرى برية وجوية وبحرية شاركت خلالها حاملة المروحيات مسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية. وتكمن أهمية القاعدة في جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. وأنشئت القاعدة في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى القلاع العسكرية المصرية، ويعتبر الهدف الاستراتيجي لإنشاء القاعدة هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية.